شفنا حملة أمريكية إسرائيلية على موضوع سلاح المقاومة. المؤسف أنه بعض اللبنانيين كان صوتهم أعلى من صوت أولئك. لدور الهيدا لمصلحة مين؟ إلا هذه الفئة الضالة هيك هي يعني عم وبتفخد دائما ببيان الحكومة. أنا بقول على رئيس الجمهورية يجب أن يقيلهم. يا سمير جعجع ما حدا حيفل من الحكومة. أنت أمام خيار، إما أن تقرر أن السلم الأهلي لن يمس، وإما الطريق اللي أنت رايح فيه والمعركة المفتعلة مع سليمان الفرنجي لفتنة مسيحية مسيحية في الشمال ستعيدك إلى حيث دخلت عام 94، وهالمرة ما في قانون عفو. محاولة للحنين إلى زمن ماضي، زمن الإلغاءات والإقصاءات وزمن الاستناد إلى القوة، سواء كانت القوة العسكرية أو القوة الأمنية أو أي قوة أخرى من أجل إلغاء بعض الأطراف اللبنانية. هذا الزمن ولا أنه هناك من يحلم بتكرار سيناريوهات وكوابيس الماضي. يحلموا بعض الناس أنه يعزلوا القوات ليفكوا 14. هل فعلا المطلوب راس سمير جعجع سياسيا؟ وإلا شو خلفية هالحمل الشعواء المبرمجة ضده من قبل جماعة سوريا بلبنان والإيحاء أنه هناك إجماع لبناني لعزل القوات اللبنانية وفصلا من الحكومة؟ قد تكون واجهة الحملة الانتقاد يلي وجهه جعجع لرئيس الجمهورية بسبب موقفه الأخير اللي اعتبره جعجع منحاز لسلاح حزب الله، وقد يكون سبب هالحرب الشعواء على الحكيم والقوات رغبة الفريق الآخر بالتفتيش عن حدث يحول الأنظار عن الخسائر اللي مني فيها بالانتخابات البلدية واللي حققت فيها القوات اللبنانية مكاسب غير متوقعة بكل المناطق اللبنانية. وقد تكون الأسباب أخطر من هيك بكتير. واضح أنه الحملة أهدافها بالدرجة الأولى محاولة الإيحاء بأنه هناك رغبة داخلية جامعة ورغبة إقليمية دولية بعزل القوات اللبنانية، علما أنه لا يوجد هذا المناخ وأنه لا يمكن لأي طرف داخلي أن يتحدث عن وحدة وطنية من دون أن يجمل الجميع وضمن وفي قلب القوات اللبنانية، ولا يمكن لأي طرف إقليمي أو دولي يريد الاستقرار الوضع اللبناني أن يسعى إلى عزل أي طرف سواء كان القوات اللبنانية أو غيرها. لذلك أنا أعتبر أن هذه الحملة لا أساس لها إلا في أذهان بعض من يريد استهداف القوات لإلغاء دور القوات ومنطق القوات وأهمية منطق القوات بالمعنى السيادي اللبناني الوطني، وبالتالي فهذه الأصوات هي مجرد جعجعة بلا طحين وأضغاص أحلام. والحملة بلشوا فيها من 8 أدار تحديدا فيما يبدو أنه محاولة واضحة القصة لتفتيت قوى 14 أدار. التفتيت برأيهم يعتمد على فصل قطبين، يعتمد على ضرب التحالف الوجودي أو اللقاء الوجودي بين السني والمسيحي. أحسوا كمان أنه في تجاوب في انسجام القاعدة السنية مع تنظيم اسمه القوات اللبنانية في انسجام، لذلك بدأوا حملة إيقاظ كوابيس تشتغل على العقل الباطني ليظهروا مش قناعات، ليظهروا بروباغندا كانت سائدة في الحرب الأهلية. واضح أنه منطق القوات يزعج أفريقيا كسر على الساحة الداخلية، وربما هناك من يزعج تاريخ القوات، وربما هناك من يريد أن يصفي حساباته مع القوات اللبنانية. نحن نقول أنه فترة تصفية الحسابات انتهت، وأن لبنان فتح صفحة جديدة والقوات فتحت صفحة جديدة سواء بخطاب اللبناني أو خطاب العربي الرائد والمهم. ومن لا يريد أن يقرأ في صفحة جديدة ويريد أن يعود كالبائع المفلس إلى دفاتره القديمة عليه أن يبقى في تلك الدفاتر وفي تلك المرحلة وأن يعيش مع جماعاته، لا أن يفرض ويعممها على واقع لبناني بدأ بصفحات جديدة لبنانية وبالعلاقات اللبنانية العربية، ولن يعود بهذه الصفحات الجديدة إلى الوراء. اليوم عم يحاولوا يحيوا هذا العصر،
بتقديري يعني على طريقة اللي الواوي اللي شاف العنب ما قدر يطالع وقال عنه حصره. فين ينتقدوا قد ما بدهم في الرجال، وهيدي مثل محاولات لأقرب لك إياها أكثر للمجتمع المسيحي، محاولات انتقاد البطرك، ربطة البطرك تقوي تلقائيا من يحترم ربطة البطرك ويكون لها أثر سلبي على من يتطاول على مرجل القوات اللبنانية. والدكتور سمير جعجع بالتحديد وبتحليل هادئ في وجدان اللبنانيين السني هني شغلتان، تنظيم سياسي. هلا عم بحكي على القوات بعدين بحكي على الدكتور جعجع. تنظيم سياسي قاتل بشراسة وشرف وحالف بوفاء وقوة، هيدي محلها بيقدر يلغيها. لأنه مين بيقدر يعزل سمير جعجع من ذهن هون الناس، من الذاكرة الجماعية للبنانيين السنة؟ بوقت واحد عم يسوقهم على راسهم بيقول لهم أنا دعستكم بالصرمية ودعسي لكم بالصرمية يوم أجيب، وإنسان عم يعتذر على عن كل من أساءت له أو يعتذر لكل من أساءت له القوات في مسار الحرب من دون تعمد أو قصد أو ضمن مناخ الحرب. هلأ بدون يستهدف الدكتور جعجع؟ أي يستهدف الدكتور جعجع كتير مني. المستفيد الأول دكتور سمير جعجع بيتمنى يصعدوا هذا الاستهداف. أنا شخصيا مع محبتي للدكتور جعجع بيتمنى يصعدوا هذا الاستهداف. لا يوجد منع للتكلم على سلاح حزب الله، يوجد وهم بمنع التكلم على سلاح حزب الله. أنا أعتقد أنه ما دام سلاح حزب الله قائم سيبقى يستدرج مجموعة كبيرة من الجدل ما لم يحسم أمر الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. وكما يحق للبعض أن يتساءلوا عن دور رئيس الجمهورية ومكونات اللبنانية، ونتساءلوا عن دور القوى الأمنية وعن الجيش اللبناني، يحق أيضا للجميع أن يتساءلوا عن دور سلاح حزب الله. لماذا يكون سلاح حزب الله مقدس أكثر من الدولة اللبنانية ومن رئاسة الجمهورية ومن الجيش اللبناني ومن قوى الأمن الداخلي؟ واللي بده يفتح باب التغيير في الحكومة إرعاه أهلا وسهلا بيه. بعتقد ما حدا بيسلم منه. إذا في حدا بيسلم منه القبات بيسلموا منه. ما تبقى يعني بيمفتح والكل بيصير فيه معه صفقة هوا للكل عرقان. الأكيد أنه التاريخ ما بيرجع لورا، والحملة على القوات اللبنانية رح تتواصل ولازم تتواصل، ما يعني أنه القوات حاملة بخطابة ضمير لبنان ومسؤولية الحفاظ على كيانه، وهي دايما صوت الحق وصوت اللي ما قالوا صوت.